داء العريس بتاعنا يعني نريد أن ندعو له، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. نسأل الله عز وجل أن يبارك لهما ويجمع بينهما في خير، اللهم آمين يا رب العالمين. إن شاء الله زواج مبارك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر. المتقين في جنات ونهر. إن المتقين في جنات قعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه
مقتدر بسم الله بس يعني معلش معلش الله يبارك فيكم بس احنا عشمانين في الكرم احنا عشمانين في كرم الله كلنا في كرم الله ولكن معلش الله يبارك فيكم سنسمع القرآن تأدوا مع القرآن بهدوء قليلا شوية معلش بسم الله الرحمن الرحيم معلش استسمحكم نتأدب بس مع تلاوة القرآن قليلا معلش يعني تأدبا مع القرآن نسمع يعني نهدأ قليلا بس تأدبا مع القرآن بس عشان بس الله يبارك ده العريس بتاعنا يعني نريد أن ندعو له اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير نسأل الله عز وجل أن يبارك لهما ويجمع بينهما في خير اللهم آمين يا رب العالمين إن شاء الله زواج مبارك إن شاء الله الله نعم الله يبارك فيك وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له فاستمعوا له وانصتوا معلش تأدبا مع القرآن الكريم ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب الأخ البخور